بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله حبيباتي راكو كامل بخير وكامل مانيين. كما راكو تشوفوا اليوم راح نديروا مع بعض كيك لقهوة الصباح ولا العشية ولا يعني هكذا، يا جوك ضياف على فلا، صدقوني هذا الكيك من أروع ما يكون. كما أنا اليوم صبحت يعني هاد الشتاء تاع اليوم ما شاء الله لهما صايب النافع، واحد الشتيوة يعني كما نقولوا حنا بكري خيط من السما. ما كاش عندي لا كسرة لا خبز لا حلوة في الدار، قلت نديرو هكذايا الفطور درالي كي نوضو يلقاوه. اكو تشوفوا فيه لهنايا يعني كيك اقتصادي ساهل ماهل في دقائق برك. شعلي الفرن تاعك، وجدي المقادير تاعك، خلطيه طيب يعني تمتم في نص ساعة، وجديه وحطيه القهوة هكذا لوليداتك، خاصة في البرد هذا اللي رانا فيه. نبداو على بركة الله. بسم الله، هنا في المقادير تاعو كيما قلت لكم كيك اقتصادي ساهل ماهل، ما فيش يعني بزاف المكونات. المكونات تاعو موجوده في كل بيت. عندي لهنا زوج حبيبات تاع البيض، عندي تانيك نص كاس تاع الزيت، عندي لهنا لافاني، عندي كيس ونص تاع خميره الحلويات، عندي كاس ونص تاع الفرينه، عندي نص كاس تاع السكر وزدت عليه مغرف تكون معمره مليح بومبي، ونص كاس تاع الماء عادي من الحنفيه. هنا في الغيسيبيون تاعي حطيت هذوك زوج حبيبات تاع البيض. كل ما تحطي مكون لازم لهنايا تخلطيه مليح مليح. انا هنا علاش نبدا هالطريقه، نخلط قبل البيض تاعي باش نزيد السكر، هكذا راح يسهل لي يعني باللي السكر تاعي هذاك يدوب تمتم وما يتحرقليش تانيك الصفار تاع البيض. هنايا بعد ما خلطت البيض هذاك مليح مليح زدت السكر تاعي وخلطته، يعني تخلطوه لمده دقيقه هكذاك حتى زوج دقائق، علاش باش يولي لكم يعني يضاعف الحجم تاعو. ومن بعد لهنايا نزيدو هذاك نص كاس تاع الزيت كيما شفتوني، ومن بعد نقص لهنايا لافيتاس تاع الباتور تاعي نحطو على رقم واحد، ونبدا نزيد في الماء هذاك. والصوره راهي توضح كل حاجه. هنا قلت لكم الماء من الحنفيه بارد، مد يعني ما ديروش بارد بزاف وما ما تسخنوش. وهنا في الغيسيبيون حطيت هذاك الكاس ونص تاع الفرينه صيرته، زدت عليه كيس ونص تاع خميره الحلويات، زدت لافاني وقرصه تاع الملح، نخلطهم دوق كامل مع بعض. لافيتاس تاعي دائما تاع الباتور نقصها على رقم واحد، ونبدا نزيد لهنايا بالتدريج، والصوره راهي توضح كل حاجه خاصة المبتدئات. قلت لكم كيك من أروع ما يكون، يعني ساهل ماهل، كيك يومي عائلي، يعني ماشي هذاك اللي يجي اسفنجي اسفنجي بزاف بزاف، هذاك ياكل البيض بزاف بزاف. أنا هنا خدمت غير هذا تاع زوج حبيبات تاع البيض. الفرن تاعي راكو تشوفوا لهنايا الكيك بعد ما حطيت هذيك الفرينة تاعي و لا ليفور وقرصه تاع الملح ولافاني، فرغته في المول تاع الكيك. انا حطيت له البابي من تحت، ومن الفوق الجوانب دهنتهم غير بالزبده برك. ومن بعد ندير هاد لاستيش باش يجيني مشقق شباب كيما راكم تشوفوا فيه لهنا. غطست هذاك الموت تاعي في الماء، ومن بعد لازم نحبط حتى للنص، نحبط حتى للنص تاعو، وندير هذوك لي دو تري نعاودها دو فوا. درجة الفرن تاعي 160 درجة، نخليه يطيب ما نحنش عليه حتى يفوت 30 دقيقة هكذاك باش نحل عليه. كان طاب نحيه، كان مازال شوية خليه حتى يحمر لك. لهنايا حاولت نحي هذوك الجوانب باسكو ما حطيتلهمش بابي كويسون، ومن بعد نسيه هكذايا، نهز القالب تاعي كي نصيب المول تاعي تنحالي نقلبو ونحطو في طبق التقديم. انا راح نقدمه في هاد لابلانش، دوك تشوفوا النتيجه تاعو، صدقوني تخرج روعه روعه. وشنو الكيك اللي هنايا جامي تمسوه حتى يبرد، الكيك لازم يبرد مليح مليح باش تقسموه. لا قسمتوه هو سخون يعني راح يتفتت لكم، ماشي على حاجه ولا راح يجيكم كامل مفتت، ما يشدش روحه والحبيبه ما تخرج لكم شاده روحها. والنتيجه راكو تشوفوا فيها اللي هنايا، انا قلت لكم خليته برد تماما مع البرد اللي رانا فيه. تمتم هكذا تحطيه في بليصه غير قدام الباب برك راح يولي لك لا كلاص. وهنا التزيين اختياري،
تحبوا تدهنوا بالنطاج بالعسل بالكونفيتور دردروا عليه واسمو لوز ايفيلي كاوكاو ايفيلي، تقدروا ديروا له خطوط من الشوكولا. التزيين لهنا يبقى اختياري كيما تحبوا ديروا. انا لهنايا فضل العائله بزاف اللي يحبوا هكذا يا ساك مع القهوه، على بها ما درت له والو، وراكم تشوفوا فيه، شوفوا كيفاش يخرج خفيف هشيش مدشش مالغري، يعني يخرج اسفنجي وهو يعني ماهوش الكيك الاسفنجي، شوفوا كيفاش يخرج ما شاء الله. كانت هذه هي الوصفه تاع نهار اليوم، راكم تشوفوا فيها بعينيكم، يعني كيك ساهل ماهل في الدقائق الاخيره تقدري تخدميه، والنتيجه راكم تشوفوا فيها بعينيكم بلا ما نقول لكم حتى حاجه، راكم تشوفوا فيه يتخلوه يبرد ما يجيش معجن ويخرج ما شاء الله. هنا تقدروا تزيدوا تعطروه بالليمون بالبرتقال اللي تحبي، يعني كيما تحبوا، الشوا اللي هنا يرجع ليكم. كان هذا هو الفيديو تاع نهار اليوم، راكم تشوفوا فيه فيديو ساهل ماهل. ما تنساوناش بجام لا فيديو هكذايا باش يعني لاشان هذه تروح لبعيد. بارطاجيو هذه الوصفات مع الاصدقاء والاقارب. دمتم في رعايه الله وحفظه، والى فيديو واحد اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.